هاني سلام عليك هاني 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 وير ار يو كم هير ايوه اهلا وسهلا لك اهلا وسهلا انا في فيديو بيمزح على الصوت انا شوفوا تفضل تفضل اهلا وسهلا فيك بعديله بعديله طبعا اهلا وسهلا تفضل لا فيك تقعد فيك تقعد ولو اكيد على كرسي ولو هاني انا وسيرين بدنا خدمه منك هلا بدك تنظف المكتب خلال 5 دقائق عم تسمع؟ اوكي 10 معك 10 دقائق لينظف المكتب والا عم تسمع؟ باي هاني أنا اللي خسرت الرهاوت لازم كل موسم تشيلي العروق اليابسانة امسكي هدول هاتي ولازم تنتبهي للجزر وتعملي هذا الشيء بالليل لأنه إذا سحبتي شارق بالغلط بيتأذى من الشمس امسكي هدول كمان هاتي أنا فايتي أشرب مي لك تضربي تضربي شو غليظة عفوا سوري مو إليك هي وحدة كانت بدها تاخد الصفة تبع السيارة بس طبعا ما خليتها لأنه أنا دائما اللي فوز أنا اللي أخذت الصفة أهلا وسهلا تفضلي شو صار معك بالصلحة يا خانوم مدام شو بده يلحق يصير معي لسه الصبح حكينا بالموضوع شو القصة سهلة لحتى حلها هلا الصبح وقت طويل لو كنت أنا كنت صالحتهم وكنتوا خطبتوا وجوزتوا هلا جايبين ولد ومسمينه أديب كمان هي أنتي مو أنا ست فريدة أهلا وسهلا زملي ما قلتي لي جاينا ضيوف لأنه ست فريدة بتحب المفاجآت مزبوط أنا بحب المفاجآت بس لا 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 بعد المفاجأة اللي أنت عاملتيها ما في شو هالحلاوة ست شاتيا شو هالحلاوة شو هالحمرة الحمرة لا بقتلك أكتر مني ما شاء الله شو حلوة تعرفي شو هالمرة حقيقة سما أنا ما خبرتها يعني ما لها علاقة بالموضوع أنا اجيت لعندكم لأنه هديك المرة اجيت بنص الليل فحسيت حالي زودت شوي اجيت بكير كرمال اعتذر من حضرتك الله يسامحك ست فريدة نحن ما في بيناتنا هالشي أكيد خلينا نفوت لجوا نشرب فنجان قهوة لا 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 سوري أنا بهذا الوقت ما بشرب قهوة بيصير معي أرق إذا كان ولا بدي أشرب شي بشرب كاسة مي هيك باردة لأني كتير 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 عطشانة ويا ريت من إيدين سما من إيدي أنا؟ أي تكرم عينيك هتقولي إنه وزاش تعطي بعنا ست شادية نحن لازم نحط النقاط على الحروف اي نعم لازم نتصرف هدول مالك وسما مو ناويين يجيبوا البر يعني ما ناويين يتجوزوا عم يلفوا ويدوروا ويلفوا ويدوروا كرمال يفقسوا الموضوع مشان هيك لازم انا وياكي نحطهم تحت الامر الواقع والله معك حق موافقة معناتها خلينا نحدد يوم للخطبة شو رأيك يوم الجمعة جمعة؟ شوف الجمعة؟ إنه كتير حلو بده يكون التعز درجة الحرارة حترتفع حيكون الجو دافي جايين يطلبوا إيدك